يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما القول الصحيح في تارك الصلاة تهاونا وكذلك في الذي يصلي بعض الفروض ويترك بعضها؟ الصحيح أن تارك الصلاة متعمدا تهاونا بها لا جحدا لوجوبها، الصحيح أنه يكفر الكفر الأكبر مخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. هذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم. نعم.